خلينا نرجع لدكتور محمد المبابي، كنا بنتكلم مع حضراتكم عن البهاء والكريم الخاص بعلاج البهاء. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك مرة تانية، وعايزين نتكلم عن الكريم اللي تم اكتشافه لعلاج مرض البهاء، وهل الكريم ده بيعالج كل أنواع البهاء؟ لأنه أنا شفت أنه بيعالج البهاء غير المفصلي. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك يا دكتور. وعلى السادة المشاهدين، اولا وبس عشان نبقى عارفين ان البهاء ده مرض مناعه، يعني صحيح. مرض مناعه ذاتيه بتاثر على خلايا الجلد بتخليها تفقد لون الصبغه بتاعتها، صحيح، فتبتدي تتحول الى اللون الابيض اللي هو الابيض العاجي. مشكله المرض ده كله هو غير معدي، هو مشكلته في شكله. يعني دايما المريض بيبقى جاي متاذي قوي من الشكل اللي هو بيه، وان المرض عمال بيزيد ما بيقفش، صحيح، يعيبه ان هو مرض منتشر. الكريم اللي ظهر جديد اللي هو وافقت عليه هيئه الادويه والاغذيه الامريكيه اللي هو اسمه الاوبزيلارا، اوكي، ده طبعا بيعتبر ثوره في مجال علاج البهاء، لسبب ان هو بقينا بنستخدمه لوحده. هو طبعا احنا لسه ما استخدمناهوش هنا في مصر، بس بيتم استخدامه كعلاج اوحد، ما بنستخدمش معاه علاجات ثانيه. طب ازاي يا دكتور واحنا بنقول ان البهاء مرض مناعي ناتج عن خلل جيني، طب ما انا لو عالجت التصبغات الجلديه اللي حصلت مش هيطلع لي غيرها؟ لا، ما هو الفكره كمان انه بيبقى مرتبط بالحاله النفسيه، ان كل المريض ما حالته النفسيه بتسوء نتيجه وجود هذا المرض عنده، بتبتدي المرض ده نفسه ينتشر. فاحنا كل المحاولات قبل كده، في كان كذا طريقه للعلاج، ما هياش طريقه واحده، كان منها ساعات بندي حقن الكورتيزون، بندي كريمات الكورتيزون، بندي اقراص، بندي بينت على الجلد، نبتدي نعرض المريض لجلسات علاج اللي هي بالاشعه، بتاخد وقت كتير قوي، والعين في الاخر ما بيلاقيش نتيجه. فبيبتدي يفقد الامل خلاص، فالعين ده تقريبا كده يعني مش عايز يكمل علاج. انما الدواء اللي طالع جديد، لا، ده اثبت بالتجارب ان من في خلال فتره 24 اسبوع، من 24 اسبوع ل 48 اسبوع نسبه التحسن بتوصل 75%، وما بنحتاجش معاه اي كريمات ثانيه او اي علاجات ثانيه، وملوش اعراض جانبيه مؤذيه. يعني حتى كاستخدامه ملوش اعراض جانبيه، وينفع استخدمه في كل المناطق يا دكتور اللي طالعه فيها بوع البهاء؟ في كل المناطق، ولكن اكثر المناطق اللي احنا كنا بنواجه فيها صعوبه هو ده اللي هو بيعالجها، اللي هي المناطق الاكرل اللي هي زي صابع الايدين، حوالين الفم، حوالين العين، حوالين الركب، دي المناطق، حوالين صوابع الرجلين، دي كانت اصعب مناطق بتتعالج. فهو الحقيقه علاجه في الحالات اللي زي دي نسبه الشفاء بتوصل ل 75% شفاء. عظيم. فده بيشجع العين انه ممكن يكرر علاج تاني. العيب الوحيد اللي موجود لغايه دلوقتي هو سعره، سعره غالي جدا. طبعا طبعا. ففي انتظار ان شاء الله ان في شركات ثانيه تبتدي تاخد، لما الانتاج منه يزيد الاسعار هتختلف. واكيد عشان لسه الشركه منتجه هذا الدواء، فطبعا اللي هو زي ما بيقولوا حق انتفاع، بيدوا له فتره لغايه ما بيبتدي تدور شركات ثانيه تبتدي تصنع، يبتدي في تنافس في السعر، يبتدي السعر بتاعه يقل شويه. وبالرغم من كده في كريمات ثانيه موجوده برضه غاليه. يعني في كريمات موجوده بقالها سنتين بتعالج البهاء، التيوب بتاعها الواحده ب 400 جنيه، شوفي العيان بيستخدم قد ايه. فلما بنيجي نحسبها على مدار السنه، هما بيتعاملوا معاه على الموضوع على انه حاجه تجميليه يا دكتور. لا، هو ده مش تجميل الحقيقه. يعني ما هي الاسعار دي اسعار ادويه يعني الادويه اللي ليها علاقه بحاجات التجميل. هي اسعار ادويه التجميل، انما هو مرض مناعي صحيح. يعني ده مرض، لانه مرض منتشر بيصيب ملايين من البشر، صحيح، مش صحيح، مش عدد قليل، وبيسبب الم نفسي للمريض فوق ما الناس متخيله. صحيح. إيه كمان مش هيتم استخدامه اللي تحت 12 سنه، استخدامه لا، من فوق 12 سنه لا، ممنوع. في اي محاذير تاني لاستخدامه يا دكتور؟ لا، برضو دايما احنا بنقول في الاطفال وفي الحوامل دايما بنبعد عن التو كاتيجوريز دول من العيانين بتوعنا، بنبعد عنهم خالص. طيب احنا بنتكلم يا دكتور ان احنا عندنا 1.5 تقريبا في الميه في مصر مرضى بهاء. بالظبط. طيب العلاجات المقدمه لحد دلوقتي في مصر للبهاء ايه؟ العلاجات المقدمه زي ما بقول لحضرتك اللي هي العلاج بالاشعه، ان العين فيه اقراص نوع معينه من الاقراص بياخدها عشان تنشط صبغه الميلانين، بيبتدي يتعرض للجهاز، بتتعمل ممكن في مستشفيات التامين او في العيادات الخاصه.
في علاجات برضو موضعيه بنستخدمها، بس زي ما بقول لحضرتك هو العلاج بيكون مقسم الى مراحل يا دكتور، يعني العلاج بالاشعاع بشكل والعلاج بالكريمات في وقت معين، او هو متوقف على نوع البهاء، او هو متوقف لا على الحاله؟ لا بالظبط، متوقف على الحاله نفسها. يعني في حالات ممكن بندي علاجات خفيفه بسيطه، بالذات لو المريض جاي في اول بدايه المرض بنقدر نسيطر عليه، انما المريض اللي بيستنى فتره ويبتدي ينتشر هو ده المزعج. طب اللي احنا بنقول عليه البهاء غير المستقر او البهاء المنتشر. طيب لو احنا بنوجه اولياء الامور اللي يعني بيبقى عندهم اطفال، لانه الاطفال مش هيشعر بنفسه، اولياء الامور يشوفوا ايه في اولادهم فيعرفوا ان اولادهم كده مرضى بهاء، المفروض ياخدوا بالهم من ايه ويتحركوا من وهو عنده كام سنه؟ اول ما بيبتدي يظهر اي بقع بيضه تميل الى اللون العاجي لازم اتوجه الى طبيب الامراض الجلديه. وفي علاج تحت 12 سنه يا دكتور، ولا معظم العلاجات ما ينفعش تحت 12 سنه؟ لا، في علاجات وفي كريمات وفي اشعاعات وفي كل حاجات ممكن دي تحت 12 سنه، انما بالنسبه للكريم ده نسبه تاثيرها ايه يا دكتور؟ العلاجات اللي تحت 12 سنه دي؟ يعني ممكن نتكلم في 20 ل 25%. علشان كده بنتكلم ان الكريم ده طفره. طبعا. صحيح. وعشان كده حصل عليه ضجه عالميه. صحيح. نشكر حضرتك دكتور محمد لمبابي استشاري الامراض الجلديه، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده في التاسعه.